ما المراحل التي تم بها تحديد القبلة حتى استقرت على الوضع الأخير؟ روى أحمد بن حنبل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس في الصلاة، وظل على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة، ثم صرفه الله عن هذه القبلة إلى استقبال الكعبة. إن القبلة الحقيقية للصلاة في كل الشرائع هي الكعبة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبيت المقدس لم يتخذه بنو إسرائيل قبلة بوحي من الله، بل باختيار منهم على ما ذكره المحققون. ورواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد ابن معاوية. ولما فرضت الصلاة واستقرت خمس مرات بمكة ليلة الإسراء، قيل إنه لم تكن هناك قبلة معينة على ما فهمه البعض من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وإن كان هناك ميل إلى التوجه إلى الكعبة لأنها البيت المقدس عند العرب وأثر سيدنا إبراهيم جدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي بين الركنين اليماني وركن الحجر الأسود متوجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في وقت واحد، وكان هذا الاستقبال إما بوحي من الله وإما باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر الرسول إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس كما كان يصلي اليهود، لكنه كان مشتاقا إلى التوجه إلى الكعبة. وبعد نحو سنة ونصف السنة صرفه الله إلى القبلة الأولى وهي الكعبة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه هي مراحل التحويل باختصار، والله أعلم.